مشاهدينا ورجعت لكم، وبعد ما شفنا مروه وبناتها عليا وزينه الجمال، دلوقتي بينضم ليا في الاستوديو ام لولدين حلوين قوي، حمزه وادم، وما تعرفش طبعا تفرق بينهم من كتر ما هم ما شاء الله كوبي بيست، بس حاجه كده تجنن، وبجد هتفرحوا قوي ان هم معانا النهارده. خليني ارحب بيهم، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، منوراني في البدايه ومنوريني يا حلوين، انتوا قوي، انتوا قمر، ايه الحلاوه دي؟ انا الاول كنت فاكراكم بنات، انتوا عارفين كده عشان شعركم ما شاء الله، كنت فاكراكم بنات، واكيد ناس كتير بتفتكر كده. اه فعلا. طب قولي لي بقى ليه سايبه لهم شعرهم؟ قصده باباهم. باباهم. طبعا انك يبقى عندك اطفال توام حاجه صعبه، كلنا عارفين، ازاي بتعرفي تفرقي بينهم خاصه ان هم فعلا شبه بعض بالملي؟ لا والله، هو احنا بنفرق ما بينهم كل حاجه، بالذات ان ادم عندي وحمزه، اول ما كنت يعني اتولدوا حمزه ضعيف عندي شويه، فاتحط في الحضانه قعد حوالي اسبوع، فهو مين ضعيف، حمزة واحد ومين ضعيف ادم؟ شويه، ده حمزه ده ايه، تمام. فواحد ضعيف شويه، بس هو الفرق اللي ما بينهم يعني. طب انا عايزه اقول لك، انت بتعرفي تفرقي لاسبابك، الناس اللي حواليكوا بيعرفوا يفرقوا بينهم؟ لا، في كتير جدا فعلا ما بيعرفوش ما يفرقوا، بيعرفوش. بعيد عن الاهل ده طبعا، الاقارب يعني. يعني مثلا مامتك عارفه الفرق بينهم؟ اه طبعا، والله عارفين. لا، انا لو قعدت معاهم مهما قعدت مش عارفه افرق. لا، والدتي اخدتهم عشان خدت شويه طبعا، تعاونت معايا طبعا. طبعا. طبعا في البدايه كان صعب جدا ان انت تقدري تراعي الاثنين. جدا جدا. طب احكي لنا، بنسمع كتير لما التوأم لو الطفل عيت تاني اوتوماتيك يعيا، فعلا. فده بيحصل؟ على طول فعلا، بيحسوا اول ببعض؟ جدا. وعلى فكره هما بيناموا مع بعض، لو دوت عايز يشرب ده عايز اشرب زيه، دوت لو اكل يعني، عندي واحد ما بياكلش قوي يعني، فقارنه باخوه، اقول له بس ادم مثلا هيشرب هياكل، فالتاني فالتاني يقلده. يغير. بس يعني هم طول الوقت مقلدين بعض، لكن لا، انا بتكلم في فكره الاحساس، يعني لو هم مش عمرهم افترقوا؟ عمرهم مثلا حد خد مثلا مامتي كان معاها ولد وانت كان مش معاكي تاني؟ كتير، مش كتير. مش كتير. اوقات في ده احنا اضطرينا طبعا لكل دوت في الاوائل خالص، في اول ولاد، في الاول الولاده، لكن حاليا لا، ما دلوقتي ما بيفترقوش، بيسيبوش لا بعض خالص. خالص. ولو حصل وده وسابوا بعض، لا، الاثنين ما يقدروش بيطلبوا يكونوا يكمل، مع بعض؟ ما يقدروش، مش هيكملوا بعيد عن بعض. في رياضة مشتركة؟ لا، مشتركة ليهم في حاجة؟ بصي والله احنا مشتركين يعني، الادم ان شاء الله في عايز كوره، عايز فوتبول، وحمزه عايز سويمنج. فديت مين فيكم اللي عايز كورة؟ انت؟ وانت عايز سباحة؟ صح؟ طب اشمعنى بقى في دي ما قلدتوش بعض؟ اشمعنى؟ لا، منفصلين عشان ليهم شخصيتهم، كل واحد عايز حاجه. طب انتوا ما بتتكلموش؟ يعني مكتفيين بس هما ان شكلكم بيتكلموا حلو مش جدا، بس هتتكلموا؟ هما طب مين فيكم حمزه؟ لا، انت بتضحك عليا، انت ادم صح؟ مش هو ادم؟ هو ادم صح؟ انت حمزه؟ انت حمزه؟ انت حمزه؟ ايوه، هو حمزه. هو انت حمزه ولا لا؟ طب انت مين؟ اسمك ايه؟ ادم. وهو اللي حمزه؟ يعني ما بتضحكوش عليا، انتوا ما تستغلوش ان انا مش عارفه افرقكم عن بعض، يعني ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وكلميني برضو عن حاجه مهمه جدا، شعورك انت كام؟ انت اول، هم دول الاطفال اللي اول حاجه بالنسبه لي فعلا، اولا معرفتي اثناء الحمل ان انت حامل في توأم، كان احساسك ايه؟ بصراحه انا اول لما عرفت طبعا يعني ما كانتش فرحه بالنسبه لي بصراحه، كانت صدمه. كانت صدمه لان عشان مجهود. انا قعدت اعيط يعني بصراحه من الصدمه يعني. بصراحه يعني المسؤوليه، شيل المسؤوليه، وان هم يعني طبعا ام البيبي واحد بتعاني طبعا، ما بال بقى طفلين مثلا، وفي وقت واحد، وكل حاجه في وقت واحد، التغيير في وقت واحد، اكل، شرب، نوم، كل حاجه، ما احنا عايزين نتكلم تعب، عن الفتره كل الاولى دي. حاجه. اثناء يعني كتير قوي بيقولوا ان وقت ما الطفل بيبقى جعان وهم بيبي خالص، التاني اوتوماتيك بيعيط في نفس اللحظه، فعلا فانت الاثنين كنت مع بعض، بتبدلي؟ كل حاجه مع بعض فعلا في وقت واحد. بس طبعا بمساعده والدتي ووالده باباهم وجدهم طبعا. كلهم، بصراحه كل العيله، كل العيله كانت العيله مساعدين. كلها، واصحابي بصراحه الحمد لله. يعني. لا، ما هم الحمد ما شاء لله، الله يستاهلوا مشكورين. التعب، ويستاهلوا ان احنا كلنا نساعدك فيهم بصراحه، ربنا يعني يخليك. بجد ربنا يبارك لك فيهم يا رب. أوي. كلميني عن الاب بقى، احساسه الاب كان ايه؟ طبعا كان فرحان. طبعا جدا، اي اب طبعا في لحظه زي دي بيفرح طبعا، بس برضو مسؤوليه بالنسبه له طبعا جدا، فهو بصراحه معاون يعني، كان بيساعدني بصراحه. وبيعرف يفرق بينهم؟
اه طبعا، يعني لما بينادي عن على واحد فيهم يبقى عارف ان هو قاصد مين. يعني هو يعني طبعا يعني ادم وحمزه عندي واحد بيميل لمامته وواحد بيميل لبابا. مين بقى مين فيكم؟ عندي حمزه مايل ليا اكتر. حمزه اللي جنبك؟ اه. ولا ادم؟ لا لا، انت ادم صح؟ انت قول لي الحقيقه، انت ادم؟ انت مش ادم؟ انت حمزه؟ طب انت بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ ماما. وانت بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ ايه ماما؟ انتوا الاثنين عشان ماما قاعده، لو بابا اللي قاعد بابا هما هم في حضانه. اه. في الحضانه بقى عاملين ايه؟ في الحضانه طبعا بيختلفوا طبعا وبيتلخبطوا فيهم جدا، يعني طبعا حتى زمايلهم ما بيعرفهمش من بعض. يعني ممكن يشتغلوا شغل كده رضا بمنتهى السهوله. اه يعني فعلا. يعني في الحضانه عندهم مشكله، هم حاطينهم في نفس الكلاس. اه في نفس الكلاس. هم ما ينفعش يسيبوا بعض طبعا في اي مكان. بس انا طبعا سمعت كتير ان لازم ان التوائم نبعدهم وما نخليهمش كل واحد يبقى ليه شخصيته المستقله لما يكبروا يعرفوا يتعاملوا ويتعايشوا. طب ايه الشكاوى اللي ممكن تكون بتجيلك من الحضانه بقى، بما ان هم كوبي قوي كده؟ بيستن بيقولوا لك ايه؟ لا الشكاوي اكتر بتجيلي من ادم. من ادم؟ ادم اه. اللي ساكت اكتر. أوه. ده أوه. يعني هو اللي ساكت اكتر ده هو الاشقى. اه بيقولوا لك ايه بقى؟ ادم شقي يعني، وكمان كل لعبه ضرب يعني في عنف في اللعب معي. لكن حمزه عندي هادي يعني بصراحه، ما فيش لا يعني ما فيش مشاكل. يعني ادم هو اللي اشقى واللي بيسمع كلامي. ادم اللي ما بيسمعش كلامي حمزه. يعني بصي في الشقاوه مختلفين، لكن في انا والله متلخبطه. اللي بيسمع كلامك ادم اللي هناك، واللي ما بيسمعش حمزه. والشقي قوي ادم. ادم واللي حمزه. حمزه اه. حلو ده، انا متلخبطه برضه، بس انا هفضل وراكم لحد ما اعرف افرقكم يمكن. طب قولي لي برضه، هما الاثنين في البيت مين فيهم اقوى على الثاني، او مين شخصيته اقوى ان الثاني بيسمع كلامه اوتوماتيك؟ ادم اقوى. ادم اه بيخلي حمزه طول الوقت بيسمع كلامه. اه شديد عن حمزه. يعني لما بيتكلمش ده جديد؟ في طبعه. هما الاثنين ما بيتكلموش. طب هما ممكن اسمع صوتكم؟ اتكلم. طب انت شعرك الله اكبر، شعركوا حلو قوي، الله اكبر عليكم، ربنا يحفظكم. ربنا يحفظكم. شعركوا عاجبني قوي. مامي اللي بتخليكوا كده ولا بابي؟ مين فيكم، مين مامي ولا بابي اللي عايز شعركوا يبقى طويل كده؟ حد فيكم يرد عليا؟ رد عليا يا حمزه. بابا؟ طب انت في النيرسي في الحضانه مش بيقعدوا يقولوا لك انت بنت بقى شعرك طويل المفروض تقصه؟ حد بيقول لك كده؟ خالص؟ يعني شعرك عاجبهم كلهم؟ طب انت بتحب اخوك؟ بتحب اخوك؟ ولا بيضايقك؟ مش بتحب اخوك؟ ما بتحبوش؟ طب ليه؟ بيعمل لك ايه؟ قول لي. قول لي وانا اخد لك حقك، بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك ايه يا ادم؟ ادم بيعمل ايه؟ طب انت يا حمزه قول لي، بتحب ادم ولا لا؟ يا حمزه بتحب ادم؟ بتحب ادم؟ ده ادم. ده ادم صح؟ بيحب حمزه؟ انا متلخبطه. مين فيكم اللي بيحب التاني اكتر؟ سهلوها عليا والنبي. طب مين فيكم اشطر في الحضانه؟ شكل حمزه، شكل حمزه اللي شاطر. الاثنين انا. انتوا الاثنين شاطرين؟ لا مين اشطر؟ مين اشطر؟ مين اللي كل يوم بياخد ستار في الحضانه؟ انت برضو؟ انت كل حاجة؟ وانت مش شاطر ولا ايه؟ مش الميس ادتني بيضة؟ مش الميس ادتني ستيكر؟ اه عشان انت شاطر. بيضة. اديتك بيضة؟ عشان انت شاطر صح؟ بيضة. طب قول لي ادم بيضايقك ولا طيب وحنين عليك؟ لما حد تاني بيجي يضايقك في الحضانة بياخد لك حقك؟ ادم بيضربه؟ مين؟ لو حد ضرب بياخد لك حقك ولا لا؟ عارفة؟ ادم بيقول في الحضانه في ضربك انت بتكلم مامي وانا لا ليه؟ لو حد ضربك انا اضربه. بيقول له لو حد ضربك اضربه. بيعلمه العنف ازاي؟ يا ساكت انت، ده انت طلعت شديد جدا مش عايز تتكلم، بس انت اللي بتعلمه العنف. ماشي. يعني طبعا انا فرحانه بيهم جدا. ميرسي. وربنا يبارك لك فيهم وتشوفيهم احسن حاجه في الدنيا. شرفتينا ونورتينا النهارده. كنا بنتكلم عن التوائم وقد ايه هم بيبقوا روح واحده، وقد ايه الام فعلا بتعاني، بس كفايه البصه في عينيهم. يعني ميرسي. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يخليك. وخلينا مشاهدينا نروح معاكم برضو لتقرير تاني، وام عندها 3 اطفال توائم، تعالى نشوف بتعمل ايه ونرجع نكمل الكلام.
نيتي ان انا اخلف توأم يعني. بس الشيء الغريب ان انا يوم الولاده اكتشفت ان هم ثلاثه توأم مش اتنين. جوزي اول ما شاف ان هم ثلاثه اتصدم واستغرب. هم ليهم عالم مع بعض، ما بيحبوش ان حد يقتحم العالم ده بتاعهم. بداوا بعد كده فعلا يتكلموا. طبعا ده كان قمه الازعاج، ان الحاجه بسمعها بدل مره بسمعها ثلاث مرات. هم دلوقتي عندهم يعني 12 سنه، كل واحد مختلف عن التاني خالص، يعني كل واحد شخصيه مختلفه تماما عن الشخصيه التانيه. اسمي ليليا، عندي 12 سنه. محمد حازم. اسمي يوسف، عندي 12 سنه. هم على طول بيخموا عليا، بحب يستفزوني، بس انا برضه يعني ما بحبش ارخم عليهم قوي. بس لما بيخموا عليا ببعد عنهم، بس لما بيكونوا متعصبين بحب ارخم عليهم. لا، بنتخانق مع بعض كتير، احنا ثلاثه بس، لكن اخواتي الكبار يعني قليل جدا. يوسف يقعد، طبعا هو يقعد يعلي صوته وانت تسمع رد عليه. اغلب الخناقات بتبقى معايا انا ويوسف، لان احنا يعني مش متوافقين، على طول بنتخانق على اي حاجه. بس انا بحب ارخم، لما اقعد انا احب ارخم عليهم يعني. محمد بطلب منه حاجات كتير، لكن يوسف يعني مش بطمئن له قوي. انا واخواتي لما نيجي نلعب نقعد نتخانق، لازم قبل ما نيجي يعني عشان نتفق نلعب لازم نتخانق الاول. مثلا بنلعب زي اللي هي اللعب زي ببجي، فري فاير، يعني نلعب مع بعض. ومثلا بنلعب البلاي ستيشن بس نتخانق عليها كتير قوي. اي خناقات ابتديها مع يوسف، لان يوسف برضه ساعات بيحس ان انا متعصب فيجي يرزل عليا. بفضل يعني مثلا هو يلعب فانا وحماشي معلي طفيه التلفزيون فيخسر فكده يعني. ساعات مثلا انا ومثلا محمد متضايق من يوسف، فهما الاثنين بيبقوا متضايقين من بعض، فانا بقى باخد جنب اي حد وبقى متضايقه معاه واقومه على التاني. يعني بحب اقومه على الاثنين على بعض، خناقاتهم بسخن. يوسف بيلعب فيفا احسن مني، انا في لعب المورتال والكلام ده في لعبه احسن مني وانا احسن. انا بكسب. انا كنت بذاكر لهم الماث مثلا، فمره اديت مساله لقيت هما قاعدين الناتج غلط وكلهم حالين زي بعض، فاكتشفت ان هما بيغشوا من بعض. فبدات افصل ان مثلا كل واحد يقعد في اوضه لما اجي اذاكر الماس. طبعا يوسف ومحمد ساعات بيعتمدوا عليا كتير قوي، معظم المواد ليلي احسن. اغلب حاجه بقى على طول بيطلبوها الهوم ورك، اعمل لهم هوم ورك. يعني اللي مش فاهم حاجه يسال التاني، ولو احنا الثلاثه مش فاهمين نسال مامتي. ليلي شخصيه تانية، ليه مثلا تحبش حد يهزقها يكلمها وحش اي حاجه؟ يعني ليلي يعني يعتبر شبه. وفي المدرسه بيكون مثلا قال لي اصحاب، يوسف لي اصحاب.